مدينة فاس واحدة من أعرق مدن المغرب التاريخية، وأول مدينة أصبحت عاصمة لدولة مستقلة في المغرب الأقصى بعد الفتح الإسلامي. تحظى هذه المدينة بموقع استراتيجي مهم، فهي ملتقى للطرق التجارية بين شرق البلاد وغربها. ورغم كون فاس جزءا من قلب الأطلس المتوسط الذي يعج بقبائل من الأمازيغ، إلا أن سكانها خليط من أصول مختلفة، وساهم تنوعهم في التطور العمراني والاقتصادي والثقافي لهذه المدينة. شيدت مدينة فاس في أواخر القرن الهجري الثاني لتكون عاصمة لدولة الأدارسة، التي أصبحت أول دولة مستقلة عن الدولة العباسية. لكن تأسيس هذه الدولة لم يكن هنا، بل في موقع آخر لا يبعد كثيرا عن هذه المدينة. ففي شمال المغرب هناك بلدة صغيرة تسمى زرهون، تقع على قمة جبل مرتفع وتحيط بها الجبال من كل ناحية، مما جعلها في موقع دفاعي حصين. وتمتاز هذه البلدة بالمياه العذبة والحقول الزراعية، وجذور قصة الأدارسة مع زرهون بدأت في أطراف مكة المكرمة عام 169 للهجرة، وكان ذلك جزءا من الصراع بين أحفاد علي بن أبي طالب وأبناء عمومتهم العباسيين في عهد الخليفة موسى الهادي. من أشهر المعالم في تاريخ الدولة العباسية ما يتعلق بالعلويين الذين يرجع نسبهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالعباسيون كانوا يخشون من العلويين وتعاطف الناس معهم، فكانوا يتتبعونهم في كل مكان. في موقع يسمى فخ يبعد عن مكة 3 أميال، التقى جيش العباسيين بمجموعة من الثائرين من أحفاد الحسن بن علي بقيادة عبد الله بن الحسن، فوقعت مأساة تشبه ما جرى في كربلاء في عهد الأمويين. وهذه المرة نجا واحد فقط من أبناء عبد الله اسمه إدريس. خرج من المدينة سريعا، وصل إلى مصر. القائم على البريد الإسكندري كان رجلا من موالين آل البيت، فوضعه في البريد العباسي المتجه إلى المغرب. والبريد معناه هذا بريد الخلافة الذي لا يمس ولا يفتش ولا يتعرض له أحد، بريد يعني خيول تجري مسرعة من الإسكندرية إلى المغرب. فوضعه هذا الرجل وكان مواليا لآل البيت، وضعه في البريد، في خيول البريد الذاهبة إلى المغرب، وفعلا استطاع أن يتخفى إلى أن وصل إلى المغرب وأعلن نسبه، فولاه المغاربة البربر عليهم. تقول الرواية المدونة على مدخل هذا الضريح إن إدريس بن عبد الله استقر في مدينة وليلة في المغرب، ولما تعرفت عليه القبائل الأمازيغية بايعته على النصرة، واتخذ من هذه المدينة عاصمة لملكه، وبذلك أسس أول دولة إسلامية مغربية مستقلة، فبنى عدة مساجد ووحد البلاد، ووصلت فتوحاته حتى مدينة تلمسان شرقا، وقد تمكن من نشر الإسلام بين القبائل الأمازيغية. انتشار الإسلام بين قبائل البربر يرجع بالدرجة الأولى إلى الاندماج الفعلي الذي حصل بين الأدارسة وبين هذه القبائل، ثم أن الحملات العسكرية التي كانت تقوم باستمرار كانت فرصة لدمج هذه القبائل كلها تحت رأية واحدة وصهرها تحت ثقافة واحدة إسلامية عربية. لكن العباسيين كانوا بالمرصاد لإدريس بن عبد الله، فأرسلوا من يدس له السم عام 177 للهجرة، ودفن في هذا الموقع بعدما ترك زوجته حاملا من 7 أشهر. فقام أنصاره بتدبير شؤون الدولة حتى ولد ابنه إدريس الثاني.
الذي أميل إليه أن الدولة العباسية كانت إذا قامت أي دولة أو أي حركة على أطرافها خاصة من المسلمين ويمكن أن يكون هناك تماس مكاني بخلاف بني أمية في الأندلس، كانت العباسيون يسارعون بالقضاء على هذه الدويلات بأي طريقة كانت مشروعة أو غير مشروعة. فأنا لا أستبعد إطلاقا أن يكون للعباسيين دور ضخم في القضاء على دولة الأدارسة. لما بلغ إدريس الثاني سن الرشد وتولى الحكم، واصل مهمة والده في بناء دولة الأدارسة، ومن أولى الخطوات التي قام بها نقل عاصمة ملكه إلى مدينة فاس التي ازدهرت وأصبحت مقصدا لمهاجرين من الأندلس وعناصر أخرى من العرب، وأنشأ في هذه المدينة جامع القرويين الشهير الذي أصبح فيما بعد واحدا من أبرز المؤسسات العلمية الإسلامية، بعدما تمت توسعته وإضافة أجنحة جديدة إليه لتمكينه من أداء رسالته الدينية والعلمية. دولة الأدارسة في المغرب الأقصى كانت تعيش حصارا في جهة المغرب الأقصى، جهة المحيط أو البحر، الجنوب الصحراء، الشمال الأندلس، ومن الجهة الشرقية دولة الأغاربة، فلم يتمكن الأدارسة من إظهار قوتهم. تعرضت دولة الأدارسة بعد وفاة إدريس الثاني عام 213 للهجرة لسلسلة من الانشقاقات، وظلت على هذه الحال نحو 100 سنة، إلى أن تمكن العبيديون الفاطميون من السيطرة على أراضيها عام 313 للهجرة. لكن الأدارسة واصلوا تحركهم ونشاطهم وسط ظروف صعبة.